بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أقامت محافظة دير الزور احتفالية تضمنت تنفيذ عدد من الأنشطة وتكريم عدد من النساء الفاعلات والمتميزات. مجموعة من العروض التقديمية والتعريفية بأهمية هذا اليوم، وإضافة لأنه المحافظة عملت مجموعات نقاش مركزة لتقف على احتياجات ومشكلات المرأة في المحافظة، وكانت هذه الجلسات في ثلاث مناطق بالميادين والبوكمال ودير الزور، وعملنا تحليل لهذه الجلسات ووقفنا على مجموعة من النتائج والمقترحات، إضافة إلى معارض قاموا فيها النساء من إنتاجهم ومن عملهم. احنا بمناسبة يوم المرأة مشاركين بهذا المعرض لنعرف على منتجات المرأة المعيلة المعاقة. معرض للصور تعبر عن وجود المرأة بالمجتمع والمعاناة اللي تقوم بها المرأة كمان بالريف. مشاركين بأعمال يدوية بمناسبة عيد المرأة العالمي، منسوجات عبارة عن منسوجات وأقمشة للخياطة. طبعا يوم المرأة هو مو بس اليوم، هو كل أيام السنة، هي الأم والزوجة والأخت والابنة، وهي مو بس نص المجتمع، أحيانا تكون أكثر، هي اللي وقفت بهالأزمة وأثبتت أنه هي قد حالها. فإحنا نحتفل بها ونقول إن شاء الله تكون المرأة مثل ما عهدناها، هي السند وهي البيت وهي الربيع وهي كل أعياد. وتهدف هذه الأنشطة لتمكين المرأة والاحتفال بها وتعزيز دورها في المجتمع. للإخبارية السورية، إبراهيم الظلي، دير الزور.